مواطن ابن مصر يا حر ابن حر بعد التحية والسلام شايل لك رسالة سيادة المواطن ببلغ سيادتك جنابك سعادتك لازم تيجي لما مصر هتقول لك تعالى. حضرتك دلوقتي عملتي توكيل لمين في شهر العقار؟ عملتي توكيل للرئيس عبد الفتاح السيسي. عبد الفتاح السيسي. للرئيس عبد الفتاح السيسي. للسيسي. رئاسات الرئيس السيسي مفيش غيره. هو اللي ماسك البلد وهو اللي مدير البلد، مفيش حد غيره يدير البلد. الرئيس عبد الفتاح السيسي. النهارده ان شاء الله تعالى عامل طبعا للسيسي. عبد الفتاح السيسي. وليه عبد الفتاح السيسي؟ عملت توكيل طبعا للسيسي. طبعا مفيش حاجه قدامنا للرئيس السيسي طبعا، شيء طبيعي. طبعا للرئيس عبد الفتاح السيسي. عملت للسيسي، الرئيس السيسي. عملت التوكيل للرئيس عبد الفتاح السيسي. اشمعنى الرئيس عبد الفتاح اللي اخترتي تعملي توكيل؟ اولا حمل البلد من الارهاب وعرض حياته للموت في بدايه قبل ما يمسك الحكم، عرض حياته للموت علشاني وعشانكم عشان مصر، وبعدين شغال ليل ونهار. والله هو راجل كويس برضه، واخد بلد واقعه وربنا يعينه قوي، وطبعا الناس حاسه بالقهر والبتاع ده، بس هو خدها ميته واقعه، وبعدين مش شفتش منه حاجه وحشه، كفايه الامن يعني احسن من كتير من ناس كتير. رئيس بلدنا وحمينا، عشان بنقول لسيادتك هو اللي دار البلد، مفيش حد دار غير البلد، وصار ربنا يستحل البلد واللي فيها. عشان ان شاء الله نكمل البلد، نكمل بناء البلد ان شاء الله بقيه السنين اللي جايه ان شاء الله بامر الله. اخترت ليه؟ لان ما ينفعش للبلد غير السيسي الحياه، اللي عمله في الاربع سنين ما اتعملش في 30 سنه ما اعتقد يعني. بس عشان نكمل المشوار تاني، نكمل الرئاسه بتاعته تاني، عشان الانجازات اللي هو عملها. بس الانجازات اللي هو عملها في الاربع سنين ما حدش عملها في 30 سنه. يعني المفروض ان كل واحد في الدنيا شايف يعني انجازاته عامله ازاي، وكفايه الامن والامان اللي احنا بقينا فيه، وبعدين هو لسه قدامه كتير عايز يعمله، واحنا موافقين على اللي عايز يعمله عشان انجازات العظيمه اللي عملها. وما فيش حد طبعا، البلد كانت واقعه، ويعني ما فيش مفر ان احنا الوحيد اللي يقدر يمسك البلد ويقدر يكمل مسيرته معانا. عشان هو افضل موجودين، وهو بصراحه يعني راجل يستحق ان انا اختاره. عشان عمل لنا حاجات كويسه، والله فتح تحقيقات السويس وعمل لنا حاجات كويسه يعني كده. يعني طبعا هو ملوش دعوه بالغلا والحاجات دي كلها، كل الناس في الغلا يعني هو ملوش دعوه، وعمل لنا حاجات كتير، عمل لنا مدن وفتح لنا حاجات كتيره، ف يعني ما فيش غيره يعني، واحسن يعني يبقى مرشح يعني الانتخابات غيره يعني. نشوف الانجازات اللي عملها، المشاريع القوميه الكبيره جدا اللي عملها، بغض النظر بقى عن التفاهات، ارتفاع الاسعار، اي اصلاح حقيقي لازم الشعوب بتدفع ضريبه ليه.